أنا شاب أرغب في بعض الطاعات كصيام النفل يوم الخميس والاثنين والذهاب إلى مكة لأداء العمرة وغير ذلك، إلا أن والدي يمنعني، فما موقفي منه؟ عليك أن تستأذن والدك وأن تستسمحه في ذلك، لأن بره واجب وهذه نوافل، فلا تقدم النوافل على الواجب. بر أبيك واجب، وقد يكون صومك وذهابك يعطل عليه مصالح ويسبب عليه مشاكل، فينبغي لك أن تجتهد في إرضاء والدك واستسماحه حتى يسمح لك بصوم الاثنين والخميس، وحتى يسمح لك بالذهاب للعمرة غير واجب. أما العمرة الواجبة والحج الواجب فالواجب أن يسمح لك، وإذا أبى لك أن تحج الحج الواجب إذا كنت قادرا، وتعتبر العمرة الواجبة إذا كنت قادرا ولو لم يسمح. لكن هذا في النوافل، العمرة النافلة والحج النافلة نحو ذلك. نعم. أيوه. حتى لو كان أمر الوالد لولده بحلق لحيته مثلا، هذه معصية، لا يجوز أطاعته بحلق اللحية ولا في جر الثياب ولا في ترك الصلاة في الجماعة، معصية ما يجوز، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في المخلوق ولا استخالة. أما النوافل لا، إن النوافل يجتهد مع الوالد في السماح، حتى لا يكون بينه وبين الوالد شر ولا خوف.